قديش هيك متأثر شخصية زكريا؟ لا اتأثر فيها ولا يمكن اتأثر فيها، لأنه شخصية ما بتشبهني بمطرح أبدا، وضد هذا الشيء. بس رسالة من وراء أنه هذا الشيء ما يكون موجود بالحياة، ضروري تكون، ضروري الناس تفهم أنه الزواج من القاصر غلط، الاختباء وراء الدين لأغراض معينة خطرة بالحياة كمان غلط. نجرب أنه نبعد عن هيك أشخاص، أو ما نواجه هيك أشخاص، أو ما نحتك فيهم، لأنه هودي أشخاص غلط. فزكريا غلط، ولها سبب أنا أخذته لبين غلطه، لبين قديش هو مستفز، وده هو بالحياة مكروه. اليوم أي مشهد هيك كان عندك توتر أنه مردد فعل الجمهور بس نعرض على التلفزيون؟ المشاهد إذا بدك الصعبة وفيها جرأة هي مشاهد بين جورج خباز وكارس بشار، عابد فهد، أكتر هني طارق تميم، أدوارهم شوية لأنه هني ولاد الحي، هني اللي عايشين سوا كلبنانيين سوريين، هو دخيل على الحي. قديش اليوم هيك تأثرت بس كان في تعنيف وضربتها كف لرؤى؟ عملك شخصية بشعة، يعني شخصية بشعة، أنا ما يعني أخذتها كرمال هيك، كرمال استفزازة، كرمال تعطيني شيء، حركت عندي شيء لودي للعالم لوصله، ووصل الحمد لله. هيدا المسلسل ترك أثر مميز على الساحة، بس في أشخاص صار يتهموكم بالعنصرية، اليوم عم تحكوا بين اللبنانيين والسوريين وهيدا ما لازم ينحكى وهالأمور. هيدا الشيء انحكى بالسابق، لا ليش بدنا نخبيه؟ إذا مزبوط هالقصة ليش بدو يتخبوا؟ طيب إنه تحت الطاولة وورا البرداية بينحكى وقدام العالم لا. هيدا ماضي ونحن بذكائنا وفهمنا منسكر باب الماضي ونكمل لقدام. لبنانيين سوريين منحب بعض وخلصت خبرية. نهاية زكريا بيستحقها؟ ايه طبعا، نهايته وخيمة. قديش هيك مبسوط لأنه أنت إلى جانب كمان بأشخاص مميزين، جورج خباز وكارس بشار وعابد فهد وزينة مكة، قديش هيدا الأمر هيك بحسك باندفاع أكتر للعمل؟ ليكي وقت خلصنا المسلسل زعلنا كتير، قد ما كان في انسجام وقد ما كان في روح حلوة بالمسلسل، كنا عفرض قلب كلنا، سوريين لبنانيين، ما في تفرقة أبدا، من صغير للكبير ما في. كان في روح حلوة، كنت أقول لهم خلصت ما عندي بقى اليوم، بغير مسلسلات بتقولي ولو طول النهار. والله العظيم قضينا فترة من العمر، وبدنا نشكر مخرج محمد عبد العزيز يلي عمل شغل جدا رائع، وكان بي لهالعمل. بنسألك هيك السؤال، شفنا بجورج خباز في مشهد وقت يموت الكلب عند عابد فهد بيكون ايديه دم بمرغ له وجهه لجورج، اليوم لو هيدا المشهد اتطلب انه يكون الدم على وجهه لطوني هلا كنت قبلت؟ طبعا، كل شيء في دافع من وراء او في اذا مبرر هيدا الشيء طبعا ما بقول لا. اليوم شو بترد على الاشخاص يلي بيقولوا انه الاعمال الرمضانيه صارت كلها دعاره وارهاب ومخدرات؟ مش كلها، بس ما بيمنع انه يكون في هيك، لانه بالحياه في كتير هيك.